ومتى أحسن العبد ظنه بربه فرج الله جل وعلا عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي مسلم الخولاني رحمه الله أن أبا مسلم هذا وكان من الصالحين العباد اشتكت إليه زوجته الفقر الذي هو فيه وأنه لا دقيق تصنع منه خبزا. قال لها: هل في البيت مال؟ قالت: دينار واحد. قال: أعطني إياه أشتري لكم به دقيقا. وخرج إلى السوق ليشتري بهذا الدينار دقيقا. لما وصل إلى السوق قبل أن يشتري الدقيق جاءه رجل سائل عليه المسكنة ظاهرة بادية، فأعطى أبو مسلم السائل الدينار ولم يبق في يديه شيء، لم يبق في يديه إلا الكيس الذي خرج به من بيته ليشتري ويضع فيه الدقيق. فعمد إلى صاحب خشب ونجارة فأخذ نجارة الخشب وملأ بها الكيس وحمله على ظهره وعاد إلى بيته. فلما عاد إلى بيته وضعه بين يدي امرأته وتنحى في غرفة أخرى ينتظر قدر الله. ما هي إلا برهة وإذا بالمرأة تأتي له بالخبز. فقال لها: من أين لك الدقيق؟ قالت: سبحان الله، من الكيس الذي أتيت به. فسكت وأخذ يأكل وهو يبكي. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ولا ندعو بهذا إلى أن يقعد الإنسان في بيته أو يتبع طرائق غير محمودة، لكننا نقول إن حسن الظن بالله جل وعلا من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وبه ساد من ساد من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أولياء الله. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.